سي جواد، ظهرت مؤخرا ازمه الواجب الشهري، وهذا اللي فتحت نقاش كبير بين ارباب التعليم الخاص وبين اباء واولياء التلاميذ. انتم كيفاش تشوفوا هذه الازمه وشنو تقييمكم لها؟ هي ما كاينش ازمه، كاين واحد التهريب ديال النقاش الحقيقي حول موضوع ديال القدره الشرائيه ديال المواطن المغربي في هذه الفتره ديال الحجر الصحي. هذا هو الحقيقه. وحنا داخل اتحاد التعليم والتكوين الحر كنا منذ البدايه كنا واضحين، وكان الهم الوحيد الاول هو اولا نضمنوا التعليم عن بعد ونضمنوا استمرار بعد المرفق العمومي في استجابه لهذه الحاجيات الاساسيه اللي هو ضمان هذا التعليم. وهذا بطبيعه الحال تماشيا مع قرار ديال الوزاره اللي كنعتقد في 14 مارس، دونك مباشره كان داخل اتحاد التعليم والتكوين الحر تم تكوين واحد الخليه ازمه، وهذه الخليه اشتغلت على جميع السيناريوهات بما فيها البعد البيداغوجي، وحتى هذا البعد اللي تكلمت عليه الاستاذ هو مساله ديال كنا فاهمين بان غادي تطرح مشكل ديال القدره الشرائيه. وللاسف هنا كنفتح واحد القوس تما كما قلت كنهربوا النقاش حقيقي حول العمق وكنمشيو لبعض الاشياء اللي ما كتخدمش بكل صراحه، لا التوازنات لا ديال المؤسسات اللي عانت بزاف. وهذا الشيء راه قلناه، وهنا من هذا المربانه كنحمل بكل صراحه الدوله مسؤوليتها، لان القدره الشرائيه ديال المواطن هادي عندها علاقه باقتصاد، وخصو دعم دعم دعم. ما كنطالبوش شي دعم بعد المؤسسات غير باش حتى المتلقي يفهم. وهنا وكنشكرك على هذا اللقاء باش نحاولوا نوضحوا فيه المسائل بشكل مبسط وبشكل الحقيقي اللي خصو يمشي في اتجاه ديال الخدمه الاولى ديال التلميذ هي اللي اساسيه. حاولتوش بهذا المعنى تنزلوا الارض عند الاباء، يعني تفتحوا معهم حوار؟ عدد من 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 ارباب هذه المؤسسات سدوا البيبان، ما بغاوش كاع يفتحوا نقاش او يتحاوروا مع الاباء. هدف حد ذاته مشكل. كيفاش تتعامل؟ لا دابا ملي كنقولوا العدد شحال يقدروا يكونوا، انا بالنسبه لي على حسب، لان انا انسان كان علميا كان لا بغيت ملي كنتكلم وكنرافع حول موضوع وكنرافع بالارقام. انا على الارقام اللي عندي نسبه قليله بزاف وما كتمثلش القطاع. نرجع للاساسي اللي هو والتزمنا به داخل المؤسسات المنضويه تحت اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، تنقول انا بان الهدف المساله الاساسيه من الاول قلنا بان هذه المساله ديال الواجبات لي فري سكولاريتي هادي درنا واحد المقاربه مواطنه، وانا كنقولها وكنتحمل مسؤوليتي فيها. ما كاينش شي قطاع، والتاريخ بيناتنا ما كاينش شي قطاع دار ادى وضحى وعبر على وطنيته بحال هذا القطاع. وتنقولها وتنقول مثلا نقول عطينا طرحنا النقطه الاولى قلنا بان الناس اللي تضروا بشكل كامل، بمعنى هاد الناس فقدوا الشغل ديالهم. حنا عارفين هنا عندنا قراءتنا الاقتصاديه للوضع الاقتصادي في المغرب وفي العالم، وخدنا هذا القرار اللي ماشي سهل، ولكن من واجبنا وكنتمنى جميع القطاعات الاخرى يمشيو فيه. من واجبنا كنقولوا بان هاد الناس اللي ما خداميش خصهم الاعفاء، يعني يجيب ما يفيد وراه كيتعفى في هاد الفتره ديال الحجر الصحي. المساله الثانيه قلنا بان الناس اللي تضروا جزئيا هاد الناس حتى هما على حسب النسبه ديال، ولكن يجيبوا ما يفيد، حتى هما غادي تعطاهم واحد النسبه يو ريدكسيون على حسب لي فري سكولاريتي، على حسب لي ريفوني ديالهم اللي تضروا. وقلنا الناس اللي عندهم مشكل في التحصيل كاين الاجراء وكاين الجدوله، وتيبقى الباب مفتوح في هادشي كله. تنقول الناس اللي ما تضروا ما والو راه كباكا، والملفات ديالهم هذا هو الخارطة الطريق اللي قلنا النهار الاول. ممكن ترجعوا حتى للبلاغات ديالنا، كنعتقد راه حتى الجمعيات الاخرين ديال الاتحاد، حتى الجمعيات الاخرى مشاو في نفس التصور. هذا هو اللي كيمشي فيه وتيبان لي هذا الشيء مؤطر. اللي وقع دابا حنا اللي كنقول انا تنقولوا داخل الاتحاد بان في هذا الموضوع بالضبط اللي كنعتبره موضوع في حقيقة خلق واحد البلبلة كبيرة وخلق واحد الاشكال كبير حتى في تمثلات الاشياء بالنسبة للاباء، وحول النقاش الحقيقي من قدره شرائيه الى
صدرناها للجشع بين قوسين. لا ماشي المشكل ماشي هو هذا. وحتى الا كانت شي ممارسات كتكون ممارسات جانبيه وحنا في داخل الاتحاد الى 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 كاين شي اشكال نقدروا نحلوه بطرق دي بطرق ديالنا، ولكن من 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 مشيطنوش واحد القطاع، لان اللي وقع هو وقع الشيطانه ديالو، وقعت الادلجه ديالو، وقع التهريب ديال 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 النقاش. بدينا كنغامروا بمستقبل ديال التعليم الحر اللي هو مكون اساسي في المنظومه كلها بشكل عام. يعني كان النقاش حول المرجع المعتمد، يعني شنو كيفاش ان كل مؤسسه تتختار الواجب الشهري بناء على اي معايير، بناء على اي واش كاين قانون كينظم هذه العمليه، او ان المسائل تتبقى حسب استثمار كل مقاوله او حسب كاين مساله عرض، كاين مساله طلب، وكاين مساله التقييم ديال المنتوج، تقييم المنتوج، لان كل صاحب مؤسسه ولا حنا دائما تنقول مشروع، مشروع المؤسسه كياخذ بعين الاعتبار هذا المنتوج وكيدرسوا عاد كيحدد من المفروض، تنقول انا المفروض، وعاد كيحدد لي فري سكولاريتي. ما تنقولوش حنا الثمن، هذا ماشي حنا ما كنبيعوش ونشريو، كنقولوا التكلفه ديال هذا المنتوج. هذه التكلفه كتمشي فيها ما هو استثمار صحيح، استثمار بنايه ايكيبمون اكسيتيرا، وكاين فيها ما هو استثمار في العامل البشري هو بالدرجه الاولى، وكاين استثمار كذلك في المقاربه البيداغوجية. يعني هذا الشيء كله هو اللي كيعطيك الفرق. بطبيعه الحال تيبقى الاب ولا بين قوسين ما نسميهش لو كليون، ولكن اللي غادي المرتفق، لان حنا كنخدموا حنا كنقوم بمهمه ديال خدمه المرفق العام ومؤدى عنها بحالها بحال الخدمه اللي في المرفق العمومي الاخر، لان المدرسه العموميه غير. الفرق هو بان في المدرسه العموميه مؤدى عنها بشكل غير مباشر، يعني بالضرائب، وبالنسبه للتعليم الحر مؤدى عنها بشكل مباشر. هذا هو الفرق. دونك المساله واضحه وما فيهاش فيها عرض وفيها طلب وفيها بيان سيغ التكلفه هي اللي اساسيه ديال هذاك العرض. وبطبيعه الحال وكاين حريه الاختيار، الناس كيختاروا بان واش هذا المنتوج، ولو ان من بعد غادي نرجع لمساله الاختيار عندي فيها شويه تحفظ، بان هذا المنتوج واش يستحق هاد 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 لي فري يخلصهم ولا لا. دونك هذه هكا كتمشي المساله. ولكن انا كنقول، انا عندك الحق، انا كنقول وتنقولوا في داخل الاتحاد، حتى هاد المساله ديال تأطير ديال الواجبات وهذا اللي الان الوزاره كتدافع به بدون اشراك القطاع بهذا، باش نتكلموا عليها نكونوا واضحين. لان هاد المساله هذه باش حتى الراي العام يفهم. الا بغينا نزلوا هاد المساله وما كانش اشراك ديال القطاع، الا بغى يكون هاد القطاع يجي هنا باش يلعب دور كرتوني، راه حنا بعدا في القطاع راه غير مستعدين لهذا الشيء، لانك حنا اللي حنا كنشتغلوا فيه وعارفين كنعرفوا التوازنات، واكثر من هذا كنعرفوا الاسر وكنعرفوا القدرات الشرائيه ديالها. دابا اللي وقع، باش نرجع للسؤال الاول، هذاك مفهوم الثقه بين المؤسسه وما بين الاباء للاسف ماشي عند كل شيء، ولات سكون ابين ريكوبيراسيون بوليتيك وقعت ليه. وملي كيولي كيدخل التسييس ديال 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 القطاع راه غيضر به، وهذا الشيء راه قلناه في الاول وباقي تنقولوا هذا قطاع مهني، وهذا قطاع اكثر من مهني، فيه مصير ديال البلاد ومصير ديال ديال ديال, ديال هاد الوليدات هادو، راه ما خصوش يقبل هذا الشيء. خص العقل وحتى العاطفه نجنبوها شويه ونجيو نتعاملوا كلنا، واي تنزيل اي قانون بما فيه هذا القانون، سواء القانون 13 14 ولا حتى 44، راه مساله اساسيه يتم اشراك القطاع. وحنا كنقولوا حتى في هذه مساله الاشراك، واخا مشيت لموضوع اخر اسمح لي، حتى مش هذا الاخصار، التصور اللي عند الاتحاد راه ماشي تصور عنده علاقه غير بليزارتي. ديال السي جاوطي باش نبقاو هنا، غير نرجعوا للتصور الاتحاد على المشروع، غير غنبقى معاك انا في النقطه تاع الواجبات الشهريه. صحيح احنا عندنا واحد المثال تنقولوا حوته تتخنس الشوال، واش يعني ما نقولوش انه كاين بعض المستثمرين في القطاع بين قوسين، مستثمرين في القطاع يعني دخلوا القطاع غير باجل الربح، هما اللي فرضوا هاد الواجبات المرتفعه، راه كاين ماشي ما كاينينش في ارض الواقع، راه كاينين عندنا في الدار البيضاء في مراكش في عدد من المدن. لا شوف، هذا قطاع لا يدعي الطهرانيه باش نكون واضح، ولكن قطاع تيخدم في اطار قانون. كنتمنى انا شخصيا حتى لا كانت هذه الحالات وكاينه ما غاديش نذكروها
وكنقول انا حالات معزوله ما كثيرهش، لان حنا في القطاع وكنعرفوا هذا الشيء. ما هو عام ما فيش هذا الشيء، ولكن كنقول انا باش هذا الباب يتسد في داخل في تنزيل قانون الاطار 51/17 طرحنا تصورات اللي كتربط الرخصه ديال الفتح بسكون ابل بمشروع بيداغوجي كامل وبلجنه اللي تقدم لها هذا المشروع وكيولي الاساسي في العمليه كلها هو داك المشروع البيداغوجي يخرج ليه على حسب، وحنا مستعدين نعطيو التصور ديالنا فيه والمقترحات ديالنا جاهزه في جميع التفاصيل ديال الرؤيه 51/17 وكنقولها وكنكررها من شيء ما يخص التعليم الحر في المنظومه كلها. كلها عندنا التصور ديالنا فيها اللي كيخدم، لان كنقولوا حنا كنعتقدوا بان هذا التصور كيخدم المنظومه، اذا خدم المنظومه كلها راه خدم الجميع. حنا ما كنفرقوش ما بين هذا تعليم حر وهذا تعليم عمومي، بغينا تعليم واحد يكون فيه الجسور ومن طبيعه الحال يخدم المشروع المجتمعي ديال البلاد ديالنا اللي كنا توافقنا عليه في الدستور واخر تعديل ديال الدستور في 2011. الكثيرون يرون ان الوزاره الوصيه لم تلعب الدور المنوط بها. انتم كمهنيين اشنو تقييمكم للاداء تاع دور الوزاره الوصيه؟ واش لعبت الدور ديالها الحقيقي اللي خصها تلعبو او انها كانت في وضع المتفرج؟ يعني كنقول بان الوزاره والدوله بشكل عام خصها تحمل المسؤوليه حتى في التنزيل ديال قانون الاطار 51/17 باشراك القطاع، لان ما يمكنش تقوم انت بالتنزيل ديال القانون وكنهضر وتنتكلموا على بان هذا قانون اطار، لان غادي يرهن المستقبل ديال البلاد لسنوات بدون اشراك المهنيين. انا اللي كنقول راه الاشراك ما كاينش. تمام، باش تكون مساله واضحه، تم استقبال الممثلين ومشينا كنتصنتوا سيتو، ولكن المساله ديال طرح هذا ديالها كنتمنى انا كنقول حسن النيه كنتمنى وكنظن غادي كاينه، كان خص الاشراك الحقيقي والاشراك الفعلي بعدا في التقديم ديال 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 التصور ديالنا وفي الاشراك ديالنا في اللجان اللي غادي تخرج هذا القانون 51/17 في جميع، انا كنعتقد بجميع البنود ديالو، واخا الوزاره كتركز بشكل اساسي على البند 13/14 والدوله كتركز على البند 44 فيما يخص التعاقد الاستراتيجي الشامل مع الدول اللي كنعتبره اساسي ومهم، وحنا حنا 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 داخل اتحاد التعليم والتكوين الحر كيبان لنا ايه جواب على انتظارات ديال المغاربه، وما يمكن للناس نمشيو الا في جواب ديال انتظارات ديال المغاربه. حنا جزء من هذه البلاد وحنا جزء من هذا الوطن، ولكن نشتغلوا جميع باش ننجحوه. ما بغيناش واحد الولاده بين قوسين مشوهه لواحد المولود اللي غادي يرهن منه واحد 30 عام ولا 20 عام. من بين النقط المطروحه او انها ربما ادت لهذا التشرذم في القرارات، وهذا هو هذا ما يعانيه القطاع من تشتت في الهيئات ديالو. والصحيح كنا تلقاو انه كاين مجموعه من الهيئات، والصحيح انه كاين هذا التشرذم انتم تشوفوه كمهنيين واش واقع، ام ان الامر مجرد او انه هذا التشرذم يخدم مصلحه القطاع انه في الاختلاف رحمه وفي الاختلاف في هذه المرحله بالضبط. انا نقول لك في لقاء ديال تقريبا اللقاء ديال 14 يونيو الجمعيات الممثله للقطاع اجتمعت في مراكش هنايا ومنسقه كلها، والان عندها وعي حقيقي لان هذا واحد المنعطف كبير كيتجاوز الخلافات اللي تقدر تكون ما بين جمعيه وما بين جمعيه، وتيتجاوز كل شيء وكيتجاوز حتى الادلاجه ديالو اللي حنا ضدها بعدا. ما بغيناش هذا القطاع يمشي في شي تسييس ولا شي حاجه، لا كما هذا هو التصور اللي كان كيبان لنا حنا مهني وكيخدم الاوصال المغربيه. لان شوف انا نقول لك هذا ماشي كلام عاطفي، انا نقول لك واحد المجموعه كبيره من المؤسسات اللي كنعرف انا شخصيا راه الهم ديال الاسره راه كاين عندها، ولكن راه حتى هي عندها توازنات كتبغي تحافظ عليها، وراه كل شيء هاد الناس وهاد المساله ديال المزايده في الوطنيه على الناس راه ما صحيحاش. ما يبقاش شي حد كيزايد شي على شي حد، راه كل الناس وطنيين. وكنقول انايا الجواب الحقيقي اللي خصو نمشيو فيه كلنا راه هو هذا، راه هو الاشراك. الا ما كانش الاشراك ديال التنزيل
والملاحظات ديال والاقتراحات ديالنا راه ولاو اقتراح كنقولوا بغينا شي حاجه لشي مؤسسه باش نفضيو من هذه القضيه. تنقولوا حنا التلميذ الاسر الدوله تحمل مسؤوليتها في هذا القطاع اللي قطاع اساسي. هادشي كان هذا هو اللي اساسي اللي كيبان لينا حنايا داخل القطاع، لان جميع القطاعات مع البلاد في البلاد راه داروا سكون لابيل دي بلون دو رولونس ايكونوميك، داروا دي بلون دو سورتي. حنا بالنسبه لنا هذا هو التنزيل، هما المقترحات اللي عندنا، ايوا على الاقل يتم الاشراك ديالنا فيها، يقول لنا غادي هذه ممكن هذه يعني راه كاين باش يتم نتمو نزلوه هكاك. حنا بعدا داخل المؤسسه داخل الاتحاد التعليم والتكوين العور كنقولها بشكل مسؤول، راه الا تم نزل هادشي حنا ما مسؤولينش عليه. للاسف هو ان القطاع يمتص دماء اباء اولياء الامور، وهذه الصوره هذه لقيناها تتردد بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي في كذا. نتوما كم يعني واش صحيح كاين هذه الصوره، وشنو السبيل لتصحيحها يعني لاعاده الوهج لهذا القطاع وتحسين صورته للعموم؟ شوف هذا عنده تراكم، وهاد قضيه الصوره عندها تراكم ديال سنوات وما صحيحاش بطبيعه الحال. انا اللي كيبان لينا اساسي هو كاين قانون كيأثر هذه العمليه التربويه وكيأثر التعليم الحر بشكل عام. كنقولوا حتى في هاد المساله في هذا الخط عندنا تصور اللي يقدر يأثر المؤسسه من هنا لقدام. بمعنى حنا كنقولوا بان تاسيس ولا انسان حامل مشروع ديال المؤسسه في التعليم الحر سواء كانت في التعليم العام او في التعليم في التكوين المهني او في التعليم العالي هو حامي بالدرجه المشروع البيداغوجي والاول. وهذه مساله المشروع البيداغوجي هي اللي تنقولوا حنا في الاقتراحات ديالنا اللي خصها تمشي في التنزيل ديال القانون 06 خص ربط الرخصه بهذا المشروع. بعدا هي الاولى، ما لان اللي في القانون القديم دايرين ممكن، حنا تنقولوا خص الالزاميه. وهذه الالزاميه نشوفوا لها اخراج، بمعنى ملي كتجي تطلب رخصه خصها تكون واحد اللجنه علميه بين قوسين علميه اللي هي كتثبت بان صاحب المشروع واش عنده مشروع بيداغوجي حقيقي. عاد نتكلموا في الجانب المالي، وهنا لاننا متفق مع الناس يقول لك هذا قطاع ماشي بحال القطاعات الاخرى. صحيح ماشي اي واحد خصو يدخل ليه، تنقول بان الا ما عندكش الثقافه والمقاربه لا البيداغوجيه لا التربويه، وبين قوسين غنركز بشكل اساسي على المشروع التربوي ماشي المشروع البيداغوجي، كاين فرق. دوك على المشروع التربوي خصنا يكون حامل المشروع التربوي، حامل هم المدرسه هي الاولى، وبطبيعه الحال كاي مؤسسه ما كنقروهاش وما عندنا حتى عقده نقولوها بانها مقاوله، لان في الشق الاخر راه عند الشق المقاولاتي كاين حاضر اللي كيراعي التوازنات وكيراعي الاستثمار. صحيح هذه مساله ثانيه. المساله الثانيه باردون اللي بغيت نتكلم عليها هي هاد الشغيله، هاد الشغيله اللي حتى حد الان ما كيتكلم عليها. هاد الشغيله الا وصلنا لقصنا في التوازنات الماليه ديال المؤسسات راه هي اللي غتضحي، وراه بدا هاد الشيء. حنا ما بغيناش هاد الشيء. تقريبا العدد بالضبط ما عنديش العدد الصحيح باش ما نرتكبش، ولكن نقدر نقول لك ثاني مشغل في المغرب راه هو ديال التعليم الحر. يعني راه رقم كبير بزاف، لان ما حينتش الرقم، ولكن باش نعطيكش رقم دونك هاد المساله هادي راه مهمه بزاف. تنقولوا نفكروا حتى هاد لو بلون دو كارير ديال هاد الاساتذه ومشي الازا ديال الشغيله كلها، لان كاين فين غيمشيو هاد الناس الا بقينا كنضربوا في هاد المؤسسات كنضربوا بجميع. لا، التصور ديالنا هو حمايه الشغيله بالدرجه الاولى، التلميذ هو اللي اساسي عندنا، والتوازنات الماليه هادشي اللي كاين. يعني ما كاينش شي حاجه ما فيهاش ابداع ما فيهاش ماشي، ولكن بدا نهربوا النقاش الحقيقي ونديروا بان راه مشكل ما بين مؤسسه وجهه، داكشي راه ما غاديش يحل المشكل. هادشي راه ما غاديش يحل المشكل، وكنقولها وكنعاودها راه كنهربوا النقاش وكن لا، الدوله خصها تحمل المسؤوليه في هادشي، والمؤسسات التعليم الحر يتحملوا المسؤوليه ديالو، وبينسوا الاباء. راه حنا من المدافعين باش نفهموا، راه لا كاين شي حد غيدافع على الاباء راه حتى حنا، لان حنا جزء، لان مساله تعاقديه، وملي كيكون التعاقد قبل ما يكون تعاقد حول منتوج هو تعاقد اخلاقي بالدرجه الاولى.
الازمه فرضت انه هناك مقترح قانون تدرس الوزاره حاليا لمناقشه التعريفه، يعني الواجب اللي خصو يؤديه وصحيح هذا القانون كاين حاليا. وانتم كاتحاد واش فتحوا معكم نقاش فيه؟ واش تحاوروا معكم؟ واش ناقشوكم في هذا الموضوع هذا؟ التفاصيل احنا ما عندنا رسميا، ما عندنا حتى مشروع، ما توصلنا حتى شي مشروع. لو كاين سامعين بهذا سامعين بحالنا بحال الناس، ولكن ما شنقولوا احنا الاشراك، تنقولوا الاشراك. وفي هذه النقطه بالضبط ما عندنا التصور ديالنا، تنقولوا بان هذه المساله ديال التحديد راه عندك جوج صياغ. كاين الصياغ، الصيغه الاولى هي صيغه اختياريه، هاد الناس اللي بغا يختاروا بواحد الشكل مقاولاتي 100% خصهم يبقاو يشتغلوا بهذا المنطق، لان منطق ديال العرض والطلب. ولكن اللي بغا يدخل اللي كان راهنوا عليه بزاف في الصيغه الثانيه اللي هو التعاقد الاستراتيجي الشامل، ايام بطبيعه الحال هذاك راه غيكون فيه التحديد وفيه كيد شارج وفيه بعثة تحفيزات للدولة والآباء للمؤسسات والآباء. هكا كنقولوا باش نزلوا يتم واحد التنزيل بهذا الشكل، انا كنعتبره سقوط حر، سي لا شوت ليبر دي سيكتور. راه خص هذه المسألة هذه نتملكوها مزيان، واي قرار ندخلوا فيه الناس المهنيين اللي فاهمينه باش ما يرتكبوش الاخطاء. حنا راه ما بغي راه ماشي مسألة دابا ديال بغينا نعطيو امتياز لشي حد او ديبون دو على لا، حنا بغيناش على حساب طرف اخر، لا بغينا ننجحوا العمليه، لان هذه المرحله اللي كيمشي فيها المغرب وكيمشي فيها العالم ما مسموحش لينا نرتكبوا اخطاء، وبارك الاخطاء اللي ارتكبنا. هذا بغينا الا كنتكلموا في الرؤيه الاستراتيجيه 51 17 على الاصلاح، حنا في اتحاد التعليم والتكوين الحر كنتكلموا صحيح على الاحصاء على الاصلاح، ولكن مع قطيعه مع ممارسات، ومع قطيعه مع 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 تاويلات خاطئه للقوانين. هادشي اللي بغيت ناكد. اتهمتم بانكم ما تتادوش الضرائب، وبان مساهمتكم انه هدفكم هو الربح، وهذه من بين الاشاعات اللي طلقت عليكم. بغينا نوضحوا هذا الامر، مساهمتكم يعني كنتوما يعني كفاعلين في القطاع، واش تتادوا الضرائب؟ مساهمتكم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في الاقتصاد الوطني، هذه الامور بغينا نوضحوها باش ما تبقاش هذيك الصوره السلبيه اللي تدور في هذا. نعم. المساله ديال الضرائب بعدا حنا كنتفاجئوا داخل القطاع ملي كيقول لنا شي حد، والغريب سمعناها في اذاعات مسؤوله وسمعناها من وزراء سابقين. يعني راه شي حاجه كيفاش ممكن انسان مسؤول يتكلم بان هذا القطاع راه ما فيه ضريبه؟ هذا كنطرح فيها سؤال. هذا قطاع بحاله بحال جميع القطاعات، بحاله كاي مقاوله كيخلص نفس الضرائب. وحتى لي ريدكسيون دابا اللي داروا غدا ما عرفناش كيفاش غندبروها من ناحيه الضريبيه، راه ما عندنا حتى حل، ما عرفناش كي غدا، لان حتى المقاربه ديال الضريبه ما كتاخذلكش هذا الجانب ديال ريدكسيون، دير لك بلان تاريف. دونك هذا راه نقاش اخر. دونك هذه الاولى بالنسبه للسي ان اس اس. بطبيعه الحال كاي مقاوله راه خصها ديكلاري الناس ديال السي ان اس اس، وهذاك الصندوق ما استفدناش منه وما بغيناش نستافدوا منه، ولكن ساهم القطاع بما يقرب. ما استفدتوش انتم كاتحاد ولا القطاع كله ما استفدش؟ لا القطاع ما استفدش، انا كنقول لك على حسب المعطيات اللي عندنا ما استفدش، لان اللي كاين هو ولا حتى استافدوا شي حاجه قليله. انا تنقول لك لان مثلا قطاعات اخرين صحيح استافدوا، ولكن حتى حنا ملي كتقرا القانون صحيح حنا انت لان باقي كتشتغل، وملي كتشتغل عن بعد انت ماشي وقفتي النشاط ديالك، راه من الناحيه القانونيه راه صحيحه، ولكن وماشي مطلب عندنا. حنا المطلب اللي كاين هو هذا الشيء، تنقول لك هو هذا الدعم ديال هاد الاسر. وما يمكنش في هذه الظروف باش نركز على مساله اساسيه، ما خلقناش بعدا الجو الصحي باش نمشيو للتنزيل. حنا في واحد الجو بعدا اللي مضطرب، والمؤسسات كيعانيو يوميا من هذا سوء الفهم اللي واقع ما بين الاباء، وكل شيء كيتفرج. ما هذا الشيء راه غير صحي، وما يمكنش يبني وما يقدرش نبنيو به المستقبل. في وسائل التواصل الاجتماعي كانت هناك دعوات لسحب تلاميذ، يعني الاباء المتضررين يسحبوا ابنائهم من التعليم الخاص ويديوه للقطاع العمومي. في نظرك انت الدعوه واش
يعني عندها الآنية ديالها، عندها المنطق ديالها، واش أنها ممكن تكون في أرض الواقع؟ ممكن أننا نلغيو التعليم الخاص يعني كتعليم يعني كيدرس واحد الفئة كبيرة وكيساهم بواحد الشكل كبير في التعليم بصفة عامة، في القطاع التعليم بصفة عامة. كان هاد الدعوات بحال هكا ديال نساحبوا راه تعليم المغاربة كلهم عندهم الحق في التعليم وعندهم الحق في الجودة، بل تنزيد عليه عندهم الحق في التعليم الحر في الكاليتي، وهنا الدولة خصها تساعد في هذا الاتجاه. والمدرسة العمومية حنا كلنا ولاد المدرسة العمومية وحنا جزء من المدرسة العمومية، وحتى التعليم الحر خصو يكون جزء من هذيك المدرسة، راه منظومة واحدة. ولكن هذا سميتو دابا من غير الدعوة إلا مشينا ما لقيناش حلول راه غتكون، وأنا راه فت صرحت وقلت غادي تكون واحد الميغراسيون فيغ لو بيبليك. وحنا اللي بغينا ماشي عيب، بيبليك هي مدرستنا، ولكن بغينا الناس فواحد واحد النوع ديال لان التعليم الحر راه عنده الخصوصيه ديالو لا البيداغوجيه، وداك الشيء اللي بغينا نتقاسموا به. علاش نقول انا التنزيل؟ كاين واحد التراكم اللي حققوا هذا التعليم، وخص حتى المؤسسه العموميه كنقولوا تستافد منه، وحتى حنا نستافدوا من باش تكون منظومه واحده، ما خصش يكون فرق، هذا الفرق ما خصوش يكون. داكوغ، دونك هاد الدعوات انا بالنسبه لي انا كنقول هي حريه ديال الاباء اللي بغى يخلي ولده في شي في شي في شي مؤسسه يخليه، وحنا بغينا الاختيار ما يكونش مرتبط بالقدره الشرائيه، هذا هو اللي اساسي. نختار نقدر غدا نلقى مؤسسه عموميه مزيانه احسن من مؤسسه حره نمشي مؤسسه عموميه، والعكس صحيح. لقيت هذا حنا كلشي خصو يكون بحال، والتجارب في العالم كلها راه واضحه، راه تيكون الاختيار، كاين لي شيك ديدوكاسيون، كاين بزاف ديال المقاربات اللي كنطرحوها حنايا في المقترحات ديالنا اللي كتمشي في حل الاشكال الكبير اللي كاين، هو القدره الشرائيه ديال المواطن، الطبقه الوسطى والطبقه حتى الفقيره، باش ما يكونش واحد لان تبعنا بان التعليم الحر ماشي راه التعليم الحر فيه طبقه فقيره، وهذه الطبقه هذه حتى هي كنعتقدوا حنا بان عندنا دور، بغينا نشتغلوا جميع باش حتى هي تستافد من واحد النوعيه ديال ديال ديال، وبغينا التجارب تكثر. وكنقولوا بان الجسور تبقى ما بين التعليم الحر والتعليم العمومي، مثلا في القانون الاطاري، ولكن القانون الاطاري هذا خرج، ما عندنا ما نديروا فيه. كان التصور ديالنا بان نتبادلوا حتى الاساتذه، يعني يقدر يمشي هنا ويجي هنا باش التجارب دار. دابا هذا مساله اخرى. دونك كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيبان لينا حنا داخل التعليم الحر بان المنظومه كلها خصها تملك اللحظه ديال هذا الانعطاف، ديال المنعطف اللي كان مروا منه، وديال التنزيل ديال القانون 51/17، ونجحوه فين؟ في الشكل اللي يخدم التلميذ بالدرجه الاولى، ومشروع ديال المواطن ديال غدا ديال 2030، هذا هو اللي اساسي. لان المغرب ما بعد كود 19 مغرب اخر، والمقاربه اخرى، والدور ديال الدوله غادي يكون دور اخر، وهذا الشيء عارفينه ماشي في المغرب، في العالم كله. دونك تصورنا حنا قريناه وفاهمينه وتنفككوا حتى هذه المسائل هذا. دونك بغينا كنأكد في هذا اللقاء، الا سمحتي السي يوسف، تنأكد في هذا اللقاء على مساله ديال الاشراك بالدرجه الاولى، والدوله حتى هي تعاون في هذا الاتجاه. وانا كنقول للاباء بان لهذ الاسر بان راه بشكل مسؤول، راه المشاكل ديالها راه حاسين بها، وراه كنديروا اكثر، راه كاين مؤسسات اللي مشات 100% وما كتقالش، وكاين مؤسسات اللي مدات 60% و70%، وهذا الشيء كله كنبقاو كنركزوا مالوروزمون كنركزوا شي حوايج على شي مسائل جانبيه. هذا الشيء راه خصو يتفهم، وانا كنقولها للتاريخ، هذا الشيء خصو يتذكر. راه التعليم الحر التضحيه اللي دار في هذا كود 19، انا كنعتقد ما كاينش شي قطاع دارها، وكنتحمل المسؤوليه ديالي فيها. إجاسيو